السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بصحه وسلامه. واكيد اليوم رجعنا لكم فيديو جديد بوصفه جديده، لكن اليوم وصفتنا ثواب. سوينا ثواب فاطمه الزهراء البتول سيده النساء، لان مثل ما تعرفون اليوم يصادف استشهاد فاطمه الزهراء البتول، فاكيد سوينا ثواب بسيط. لان مثل ما تعرفون احنا هسه حاليا عندنا حضر، هم بدا عندنا حضر، والحضر هالمره كلش يعني شامل وقوي بصراحة. على أساس أنا أسوي كميات، يعني حتى اشتريت كاسات على أساس أوزع، بس للأسف ما يصير، ممنوع من عن باطن. بس الحمد لله سوينا ثواب بسيط، وإن شاء الله نقول واصل. وأكيد مثل ما تشوفون قدامكم هي طريقة عمل الشلة بالدبس، سويناكم إياها شلة الماش بالدبس. وأكيد هسانها راح أخليكم ويا المقادير وطريقة العمل. طبعا هنا المقادير، انا طبعا بالليل خليت كوبين ماش، هذا الماش الاخضر اللي تشوفون نقعته، لين قلت حتى اول ما اقعد من الصبح اخليها على النار. فكوبين ماش، هذا الماش الاخضر، اكيد غير دولة لهم تسمية ثانية، بس حبايبي اللي تشوفون هذا شكله احنا نسميه ماش اخضر، كوبين نقعت. وهنا تمن او رز، طبعا ده اكيد العنبر عندكم يكون افضل، بس انا بصراحة ما اكل عنبر، تعرفون ما متوفر يمنا. فنقعت 3/4 كوب تمن. هسه هنا شوفوا خلينا الكوبين الماش المنقع، طبعا اكيد طبعا دبيت عن المي مالته وخليت له مي جديد، تشوفون مي نوعا ما حار، وراح اخليه على النار لحد ما يستوي. هسه راح نقبضه وننتظر يستوي. هنا هذا التمن او الرز 3/4 كوب هم منقع حتى يستوي عندنا بسرعة. صحنا شوفوا الماش عندي استوى، شوفون شلون استوى، ما طول طبعا يمكن اقل من ربع ساعة واستوى عندي. هنا نوعية الماش كل زين، بس راح اخلي عليه التمن او الرز، قلت لكم هاي 3/4 كوب، يعني كوب الا ربع، وهم منقعته اي نوع تمه، بس هو يكون تمن عنبر اطيب. صح خليله مي، ما خلي مي هواية لان احنا نوعا ما نريده تخين، هاي تعرفي بعدين يستوي. هنا عندنا هاي الطاوة راح نخلي بيها دهن حر، هاي الكمية راح نسوي بصل. هنا عندنا هو تقريبا استوى، تعالوا شوفوا تقريبا استوى عندنا، راح ننظر كل شوي نقوط بيه. تدرون هو نوعا ما يستوي لازم ثخين، شوفوا بهذا الشكل، صار كل شوي اظل اخط بيها. هسه بس حخليها شويه ملح، فشي بسيط، هذا الملح. ومثل ما تقول ظل اخط بيها حتى لا تلجع، هي تقريبا صارت جاهزه، بس اسوي لها البصل. هنا بصل سويت حبه واحده كبيره، هو حسب الكميه طبعا، يعني انا مسويه هوايه فسويت بس بصلايه واحده. طبعا اكيد هسه اكيد تقولوا لي دهن حر، اذا ماكو ما في اشكال اي دهن عادي، بس شوي دهن حر يعطيها فد نكهه وطعم طيب. هسه هنا شوفوا كمل عندنا، طبعا هو لازم يصير ثخين مثل ما تعرفون، والبصل هم عندنا كمل، راح ندير البصل فوقه، شوفوا شلون صار، طبعا النكهه مال الدهن الحر الريحه كلش طيبه. عندنا كمان شوفوا شلون صارت، هسه
واكيد هسه احنا كملنا وراح نصبها بالماعين وهذا شكلها الاخير. اكيد راح تكتبوا لي فخينه، هي نوعا ما لازم تصير فخينه، ما تصير خفيفه. بس انتم براحتكم تريدوا تحبون سواء اخف، هذا اهم شيء براحتكم. بس اني حسب ما اعرف الشله نوعا ما تصير فخينه، وخاف تقولوا لي بعد بها بقوليات هذيك الشيلان هاي حبايبي العفو هاي شله. يعني هي بالماش والرز معروفه، اكو بعضهم يضيفوا لها اللوبيا الحمراء، بس هي الاساس يعني لازم الماش والتمن. واكيد هنا راح نخلي لها الدهن الحر على الوجه مالتها بهذا الشكل. وقسم بعضهم يضيفوا لها التوابل البهارات، يعني قسم يحطوا لها الكاري وقسم يحطوا لها كمون. انا بصراحه ما احب اي اضافات بها، احب يعني استلذ بطعمها يكون طعمها اطيب هيك. وهم جربوه بهذا الشكل راح تشوفون طعمها كلش طيب. واكيد ويا الدبس العراقي، طبعا هذا الدبس نحن متواجد هنا بس نوعا ما غالي، لان هي مثل ما تعرفون الشله لازم تكون بالدبس. هم رشه على الوجه فشي بسيط. فهي هاي كانت اليوم الوصفه مالتنا، قلت لكم لان يعني لازم احنا نسوي ثواب حتى لو كان رمزي، ونقول ان شاء الله واصل والله يتقبل منا ومنكم. طبعا طعمها صار كلش كلش طيب، وقلت لكم بسرعة الاستواء. هم هذا مرات يكتبوا لي مثلا الماش ما استوى عندنا، هم حسب نوعية الماش، هذا نوعيته كل زينة وحتى استوى عندي كلش بسرعة. وهذا شكلها. ومثل ما قلت لكم الرز اذا كان عنبار يكون بعد طعمها افضل واطيب. فهذا شكلها كان الاخير، يعني اتمنى نال اعجابكم. واهم شيء احنا نقول ان شاء الله واصل الثواب. وطبعا مستويه، اكيد راح تقولوا لي نوعا ما بعدها شكلها لا مستويه استواء كامل، وهسه هم قدامكم راح اراويكم اياها شكلها شلون صار. وطبعا طعمها كلش كلش طيب جد ما تتوقعون. هاي هنا هسه حنجربها قدامكم حتى شوفوها. طبعا طعمها كلش طيب، ونكهه الدهن الحر والدبس يعني كلش طعم طيب. فهذا كانت اليوم وصفتنا، انما ما وصفتنا هو الثواب مالتنا. وان شاء الله واصل، وان شاء الله يا ربي خلينا كل سنه وكل عام نسوي اكثر واكثر. حبايبي اللي هنا ينتهي الفيديو مالتنا، اكيد راح نقولكم مع الف سلامه للجميع.